السلام عليكم. هذه الساعه ديال اذان المغرب، اذنت المغرب تطوان، دنيا خاويه السكات. هاد الساعة هادي في الوقت من غير ذا الوقت ديال الدنيا كتصفر يا اخي، تبارك الله. هاد الساعة هادي ملي كتكون من غير الوقت ديال الافطار، يعني من غير الوقت ديال المغرب ديال رمضان، كتكون الدنيا عامرة بلان بلوكي، تبارك الله. هادي الملتقى الطرق العقبة الحلوف، الطريق اللي كتدي لشارع الجيش الملكي وطريق سبته. هذيك اللي هن كيدي للجيش الملكي، شارع الجيش الملكي. وديك مدينة تطوان في رمضان، هادو هما التاكسيات ديال مرتين. المهم هنا تجي هاد التاكسيات مرتين والرينكون وكاستياخو وداكشي كامل. بعثوني خرجت من المسجد، الله يقبل، تقبل الله منا ومنكم. وهذا الشارع كيدي من العائلة، هما عقربين هنايا. هذا المعمل القديم، هذا المعمل القديم ديال التبغ، وراه فيناتي كاين هذيك مجمع الصناعة التقليدية. هذو هما التاكسيات دمرتي، وهذا الشارع اللي كيطلع على المحطة القديمة، وهذا الرياض كيسميوه رياض العشاق ولا ما عرفتش. وهذا الشارع الشلل، كيقولوا له الشلل، شارع الشلل كيقولوا له. هذا صحة فطوركم، السلام عليكم.